احنا عندنا دلوقتي مثل تاني هنتكلم عليه، بيقولوا ايه؟ ادي العيش لخبازه. صح، ادي العيش لخبازه. وبما احنا داخلين على ايام الصيف خلاص وارتفاع درجات الحراره، فست البيت بتواجه مشاكل في عمليه تخزين الاكل والاطعمه سواء في الثلاجه او في الفريزر. عشان كده هنسال ايه هي الطرق الصحيحه لتخزين الاكل؟ هل في طرق معينه لازم استخدمها وانا بحط الاكل في الثلاجه؟ هل في طرق تخزين بتختلف من اكل لاكل ولا لا يا مصطفى؟ طبعا اللحمه غير الفراخ غير الفواكه غير الخضروات، كل حاجه ليها طريقه حفظ وطريقه تخزين. البعض بيسال، هو الاكل اللي موجود في الثلاجه ممكن يكون صالح لمده كام يوم؟ وازاي نحافظ على جوده الاكل ونكهته الصحيه؟ اهم حاجه الجوده واهم حاجه النكهه. وايضا الثلاجه نفسها المعايير الخاصه بيها، دوره تبريدها ازاي تبقى افضل حاجه، ازاي ننظفها عشان ما تاثرش بميكروباتها على الاكل. اسئله كتيره جدا مرتبطه بفصل الصيف، ومرتبطه ايضا بمثلنا ادي العيش لخبازه، لان احنا هندي العيش ده كله لخبازتنا وضيفتنا الدكتوره منال عز الدين اللي بتنورنا دايما، الباحثه في معهد تكنولوجيا الغذاء اللي دايما بنسمع منها افضل كلام عن الغذاء وعن صحه الغذاء. شكرا ليكي يا دكتوره منورانا، وشكرا لاستجابتك انك تيجي. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. طبعا احنا في فصل الصيف ومشاكل الغذاء بتكتر في فصل الصيف. حفظ الغذاء، احنا بنحفظ الاكل او الطعام بشكل عام عشان نحافظ على قيمته الغذائيه وعشان نحميه من الفساد. عشان نقدر نحفظ اكل كويس لفتره طويله، ده بيتوقف على ان انا بختار منتج عالي الجوده وانا بشتريه، سواء كان منتجات زي الجبن والالبان او الخضروات والفواكه واللحوم. كمان وانا بشتري الحاجه اشتري الحاجه السليمه الصحيحه اللي تاريخ الانتاج والصلاحيه قاعد معايا لفترة طويلة. هروح البيت بالحاجة. احنا عندنا طريقتين من في الحفظ غالبا، يعني اغلب ستات البيوت، يا الحفظ بالتبريد يا بالحفظ بالتجميد. طبعا الحفظ بيتوقف كمان جودته على نسبة الرطوبة الموجودة في المادة الغذائية. كل ما الرطوبة كانت عالية كل ما فترة الصلاحية كانت اقل. ده بالنسبة طبعا للتبريد في التلاجة. يعني عندنا الخضروات والفواكه بنلاحظ ان فترة الصلاحية بتاعتها بتكون اقل، ان نسبة المية بتاعتها اعلى، عكس طبعا البقول والحبوب اللي فترة صلاحيتها بتكون اعلى لان نسبة الرطوبة فيها بتكون قليلة. خلينا نبتدي بالتلاجة. التلاجة عندنا من الحاجات الاساسية في كل البيوت المصرية. مهم جدا ان تلاجتنا تكون نظيفة، تكون مظبوطة على درجة حرارة من 4 لـ5 مئوية، ما نزودش عن كده أو نقلل عن كده، لأن لو قللنا عن كده الأكل هيتجمد في التلاجة، لو زودنا عن كده هتكون وسط مناسب لنمو الميكروبات. نظافة التلاجة من الحاجات المهمة جدا إن احنا نعملها أسبوعيا. بنتكلم إن احنا نجيب سفنجة بمية بخل وننظف بيها التلاجة أول بأول، أي حاجة تقع في التلاجة نمسحها فورا عشان ما تكونش بيئة ميكروبية جوه التلاجة. طبعا عندنا الخضار والفاكهه بنجيبه، وكتير جدا بيسالني ناس كتيره بتسالني اغسل الخضار والفاكهه قبل ما اشيله ولا اشيله على حالته. لو هستخدم الخضار خلال يوم او اتنين مفيش مشكله ان انا اغسله. طيب هيقعد معايا اسبوع او 10 ايام؟ لا، انا بسيبه بحالته، بحطه في الكيس بتاعه وبعمل ثقوب في الكيس بحيث ان دوره التبريد تمر على الماده الغذائيه. نراعي ان احنا ما نحطش في ناس بتغسل الفواكه والخضروات يا دكتور تحطها في علب، وتحطها ممكن في علب، ولكن انا بفضل ان هي ما تتغسلش لانها بتظل رطبه، والرطوبه دي بتسمح بالنمو البكتيري وبتقلل من فتره الصلاحيه. ان احنا نحفظها بشكلها الجاف جوه الاكياس بتاعتها ونعمل لها ثقوب. طب والعلب دي لو متفكيمه اللي قالت عليها جومانا، يعني اللي هي العلب اللي هي محكمه الغلق، محكمه الغلق ما فيهاش نسبه هواء خالص، خلاص دي ما فيهاش مشكله، دي افضل وسيله، دي من الوسائل الكويسه، وبضمن طبعا نظافه الماده الغذائيه. ولكن مش كل الاسر متوفر عندها هذه النوعيه من العبوات، فاحنا بنفضل ان احنا نحفظها بالاكياس. يفضل كمان محفظ الموز والتفاح لانهم بينتجوا غاز الاسيلين اللي بيساعد على سرعه النضج مع الفواكه او الخضروات التانية. الموز فعلا لو اتحط في الثلاجه بيسود بسرعه. بالظبط كده، وكمان بينتج غاز الاسيلين اللي بيخلي الخضروات والفواكه بتستوي كمان بسرعه.
بالنسبه للخضروات الورقيه، وده سؤال ناس كتيره جدا بتساله، الخضروات الورقيه زي الخس والجرجير والكرفس والحاجات دي كلها يومين ثلاثه وحضرتك بتلاقيها دبلت واصفرت. دبلت واصفرت يعني الكروفيل اللي فيها اتكسر، وبالتالي قيمتها الغذائيه اصبحت زي قلتها. احنا بنجيب الخضروات دي ونبتدي، هي الحاجه الوحيده اللي ممكن نغسلها بشكل جيد تحت ميه جاريه ونلفها فوطه نظيفه من فوط المطبخ ونحفظها في الثلاجه بعد ما نجففها. بالشكل ده ممكن تقعد معانا لحد اسبوع. بالنسبه لبقيه الاطعمه في الثلاجه، احنا كده حبينا بس نقول الخضروات والفاكهه، وطبعا ده بيبقى محطوط في درج الثلاجه اللي موجود طبيخ تحت. يا دكتور، الخضار المطهي، ودي مشكله كبيره جدا بتقابل ستات كتيره جدا، خصوصا المراه العامله اللي بتطبخ الاكل لمده يومين وثلاثه بحيث ان هو يساعدها عشان نظرا لضيق الوقت. طيب دكتور، قبل ما ندخل في فكره الاكل المطهو او المطبوخ او الطبيخ، احنا عند في المطلق بقى يعني حاجات كتير جدا، احنا عندنا معتقد كده انه طول ما الحاجه موجوده في الفريزر تمام. ومجمده ممكن نسيبها ل 60 سنه قدام، وبعد كده تطلعها هتفك وهتبقى كانها جديده بالظبط. لا طبعا، يعني ده معتقد خاطئ، لان طبعا قيمتها الغذائيه بتتاثر، شكل الماده الغذائيه بيتاثر بالتجميد لفترات طويله. يعني عندنا الخضار والفاكهه من شهرين لثلاثه، اللحوم والاسماك والدواجن من 4 شهور ل 6 شهور. لا بس الديب فريزر غير الفريزر، انا بتكلم عن ممكن الفريزر اللي جوه الثلاجه اللي هو ناقص 18. ده يا دكتور هو مطهو ولا يعني لا هو ني؟ انا بتكلم في الخضار الني او اللحوم النيه. وعايزه برضو اوضح للساده المشاهدين ان اللحوم المقطعه، يعني انا لو مقطعه اللحمه فتره صلاحيتها اقل من كتله اللحمه على بعضها او الدجاجه على بعضها، فنراعي واحنا لو مقطعين اللحمه ومقسمينها ان دي فتره صلاحيتها بتكون من 2 لـ 4، لو القطع على بعضها او الدجاجه على بعضها من 4 لـ 6 شهور. دي نقطه مهمه جدا ناخدها في الاعتبار عشان الدم يعني طبعا، لان السطح المعرض للتبريد بيبقى اكتر، يعني لما تبقى كتله على بعضها فالسطح المعرض للتبريد اقل، غير لما تتقطع مثلا الفرخه على 8 اجزاء، فالثمان اجزاء كلهم معرضين السطح الخارجي بتاعهم للتجميد. بس الديب فريزر يا دكتوره ممكن نحط فيه فراخ او لحمه وتقعد لمده سنه وما بتبقاش فيها مشكله؟ بس احنا ما بنفضلش انها تزيد عن 6 شهور. القيمه الغذائيه بتاعتها بتبتدي تتاثر بعد 6 شهور. المشكله اللي بتواجه الناس، ازاي الناس بتسافر في المراكب بالشهرين وبالثلاثة؟ طبعا دي وسائل حفظ غير اللي موجودة في البيت يا فندم، وتبريد أسرع وتجميد أسرع، وليهم تكنولوجيا تانية خالص غير اللي موجودة في البيوت، ودرجة الحرارة بتكون أقل بكتير من اللي عندنا في الفريزر وسرعة التجميد. طب ما هو ده الديب فريزر اللي بكلم حضرتك عليه. لا يا فندم، اللي في المراكب وفي السفن وفي المصانع بتكون حاجات مجهزة على أعلى مستوى، وسرعة التجميد بتتم خلال دقايق. حضرتك حط الحاجة في الفريزر عندك في البيت أو الديب فريزر ممكن تاخد 2 3 4 ساعات عشان تتجمد، هناك التجميد بيتم خلال دقايق، وده طبعا بيأثر على جودة المادة الغذائية إنها تحتفظ بصلاحية أطول لفترة أطول. فمهم جدا سرعة التجميد نفسها كمان بتؤثر على المادة الغذائية. دورة التبريد جوه التلاجة أو الفريزر مهمة جدا. مهمة ازاي؟ إن أنا ما أكبسي الفريزر كله وأقفله بالأكياس سواء الخضروات أو اللحوم أو الفواكه. ده مصر كلها بتعمل كده للأسف، عشان كده بنلاقي ممكن إن الحاجة بتتحط لفترة طويلة وما اتجمدتش وبتتعرض للفساد، والقصة دي بتحصل في العيد الكبير في كتير من البيوت المصرية ومع اللحمة بالتحديد. برضو عندي التلاجة لازم أحافظ على منافذ دورة التبريد إن هي ما تكونش مغطاة، وتكون دايما كلها اللي موجودة في الفريزر في مجال للتهوية عشان دورة التبريد ودورة التجميد تمشي يعني بشكل سليم. يعني نبعد الحاجة شوية عن بالظبط، ما مملاش الفريزر للآخر، أسيب منفذ للحاجة. مهم جدا لما اجي اطلع اللحمه من الفريزر، كتير من الستات البيوت المصريه يسيبوها على الرخامه ممكن تصل ل 12 ساعه ونلاقي سائل غرق صحيح. الرخامه او الحوض السائل الاحمر، وكتير مننا عنده اعتقاد ان السائل ده عباره عن دم. الدم. لا، الدم نزل وخلص ساعه الذبح، السائل اللي نازل ده بيكون عباره عن البروتينات والمعادن والفيتامينات، والست تروح بعد كده شطفه اللحمه وحطاها في الحله. انا عايزه اقول لحضرتك بتاكلي لحمه او فراخ عديمه القيمه الغذائيه، لان البروتين خلاص وقع والمعادن وقعت. الحل الامثل ان احنا نسيح اللحمه او الفراخ، الرف العلوي في الثلاجه اللي تحت الفريزر ننزل فيه اللحوم او الدواجن او الاسماك،
ونخليها تفك فيه على مهلها قبليها بليله، بيكون الفك افضل بكتير لما نحطها بره في المطبخ. بتحتفظ شويه بالبروتين والسوائل اللي فيها. ده حقيقي، وكمان ما بيسمحش بالنمو البكتيري على سطح الماده الغذائيه، لان النمو البكتيري انا عندي بينمو في درجه حراره من 15 ل 35، فدي تقريبا درجه حراره المطبخ او الوسط اللي فيه الماده الغذائيه، فده بيسمح ان يكون في جو نظيف. بعد كده باخدها من التلاجة، ويا ريت اكون مقطعاها ومجهزاها وغسلاها مسبقا قبل التجميد، واحطها في الاناء اثناء الطهي. دي افضل وسيله للتعامل مع اللحوم والدواجن. طب احنا بنتكلم برضو على اللحوم والدواجن، فكره ان في برضو سيدات مثلا بتبقى الفراخ او اللحمه بتبقى سايباها مثلا في تتبيله معينه وسايباها في علبه تمام في التلاجة، وقت ما بتحتاجها بتروح مخرجاها، ده في مشكله ولا لو خلال 48 ساعه ما فيش مشكله؟ بعد كده اكتر من 48 ساعه لازم تحفظها في الفريزر، ووقت الاستخدام تطلعها قبلها بفتره وتشيلها في الرف العلوي في التلاجة. لان برضو ان ناس كتيره عندهم اعتقاد ان التلاجة وسيله حفظ طويله الامد. بالنسبه للخضار المطهي ما تزيدش عن 4 ايام، لان بتبتدي تنمو فطريات وبكتيريا غير مرئيه احنا مش واخدين بالنا منها، ونلاقي الاكل شكله كويس وريحته كويسه، ونتفاجئ بعد كده ان حصلت للاسره مشاكل صحيه او نزله معويه، ده نتيجه ان هي شالت الاكل لعده ايام اسبوع مثلا في الثلاجه، وقالت لك انا طالما غليته وخلاص الامور تمام والكل ياكل وبالهنا والشفا. دي من الاخطاء الشائعه. من الاخطاء الشائعه كمان والممارسات الخاطئه اللي بتقع فيها ست البيت، انها بتسيب الاكل على البوتاجاز طبعا بعد ما تطفيه او على رف المطبخ لحد بالليل، وخصوصا احنا في فصل الصيف، وزي ما قلت لحضراتكم النمو البكتيري من 15 ل 35 درجه مئويه، فبنلاقي ممكن الاكل يكون دخله الفساد وهي مش واخده بالها، وتحطه في الثلاجه وترجع تاني يوم تطبخه او تسخنه وتبتدي تاكله. طبعا علامات الفساد في الغذاء واضحه، اللي هو تغير اللون والطعم والقوام، ده طبعا ده الاكل ده خلاص اتهلك تماما، ولكن في علامات غير مرئيه لازم يكون عندنا وعي بيها. من المشاكل برضو اللي بتقابلنا ان بعض السيدات بيحطوا زي ما حضرتك بتقولي الفراخ متبله او نيه حتى لسه ما اتعملتش معاها جنب المواد الغذائيه الثانيه في الثلاجه. طبعا الفراخ او اللحوم بيكون عليها بكتيريا قبل الطهي، فدي ممكن تنتقل للمواد الغذائيه اللي ما بتحتاجش طهي، يعني مثلا لو حضرتك شايله خضار، شايله فاكهه، شايله جبنه في الثلاجه، ومن هنا ممكن تجي لنا مشكله صحيه من الجبنه، عشان كده لازم نفصل اللحوم والاسماك لو شايلينها في الثلاجه عن المواد الغذائيه. كمان احنا عندنا منتجات الالبان، منتجات الالبان من الحاجات الحساسه جداً اللي فتره صلاحيتها مش طويله قوي، وخصوصا لو حاجه جايبينها من عند اللبان فهي مش متعرضه للبسترة والتعقيم. طب ولما بنشوف لبن مكتوب عليه في السوبر ماركت طويل الامد وصلاحيه 6 شهور؟ تمام، ده ممكن يتشال حتى بره الثلاجه، وده بنشوفه في السوبر ماركت، ممكن بيكون محطوط على الرف في الكراتين طالما مغلق. طالما مغلق العبوه ما اتفتحتش، بمجرد العبوه اتفتحت يعني دخل هوا جوه العبوه. قدامك 7 ايام تقريبا؟ بالظبط، ما بنزودش من 4 ل 7 ايام على حسب جوده الحفظ في الثلاجه ودرجه حراره الثلاجه. الكلام ده بينطبق على الزبادي والجبن واللبن الرايب وكل منتجات ولا حتى الألبان. في الفريزر اللبن ما بيشالش بالفريزر، او ممكن يشال بالفريزر اللي هو لو هنجيبه وبنطلعه ونسخنه، بس برده لو حطيناه في الثلاجه واستعملناه لا خلاص يبقى من طيب خلال. برضو ما هي مش كل الناس يا دكتور بتجيب اللبن مثلا من السوبر ماركت، المجمد بتجيب اللبن السايب خلاص بنغليه كويس جدا وبنحطه في التلاجة وبنجيب على قد احتياجاتنا لمدة 2 3 ايام بس كده. طيب هجيب اللبن من السايب واشيله بكيسه في الفريزر وقت الاستخدام اطلعه واغليه، انا ما عنديش مشكله في القصه دي. انا المشكله ان الحاجه بتبقى معده للاستخدام وجاهزه ان احنا نستخدمها، ونفضل رايحين جايين عليها بايه؟ بالاسبوع وبالعشر ايام اعتقادا من هنا، ده مكتوب زي ما حضرتك ذكرت طويل الامد او صلاحيه 6 شهور. فمهم جدا ناخد بالنا من الحاجات البسيطه دي، لانها ممكن تعمل لنا مشاكل تراكميه ونقول اصل بطننا بتوجعنا، اصل بقى في اسهال مزمن، بقى في مشكله الاولاد كل ما ياكلوا حاجه. احنا عندنا معتقد تاني دكتور برضو ان احنا في اكلات لما بنسيبها تبات بتبقى احلى، زي الباميه مثلا. باميه ومسقعه تمام حاجه كده مش مشكله لو في الثلاجه، ما فيش مشكله يعني. بس بجد يا جماعه ولا ايه؟ في بعض الاكلات فعلا لما بتقعد زي حضرتك تقول كده المكونات بقى بتشرب من بعضها، فبيبقى طعمها ألذ طالما محفوظه في الثلاجه ولمده 3 أو 4 ايام، انا ما عنديش مشكله في ده. يعني 3 4 ايام في الثلاجه ما فيش فيها خلاص مشكله، خلاص بطلعها، بس شرط ان انا اغليها كويس جدا على النار
وبعد كده ابتدي اتناولها. من المشاكل اللي بتقابلنا البيض، وكتير قوي موضوع البيض ده محيره، نغسل البيض قبل ما نحطه في الثلاجه ولا ما نغسلهوش، نسيبه بره الثلاجه ونحطه كده في اختبار البيض اللي هو الميه بالظبط بالظبط، لو طفت تبقى فاسده، لو نزلت لتحت تبقى طازه وفي الصلاحيه. ده اختبار البيض لو انا عايزه اطمن ان البيض اللي انا شارياه كويس، وبختبر بيضه واحده، ويفضل ان هي ما نحفظهاش في الثلاجه، لان قشره البيضه لو اتغسلت قبل ما احفظها، طبعا اغلبنا بيجيب كرتونه البيض، وكرتونه البيض صلاحيه البيض في الثلاجه من 4 لـ5 أسابيع، فممكن بتقعد بالشهر معايا. لو انا غسلت البيض، سبحان الله ربنا حامي البيضه بغشاء رقيق عليها جدا، احنا ما بنشوفوش بنعين المجرد، بمجرد ما انا بغسل البيضه تحت ميه جاريه، المسام بتاعه البيضه بتتعرى، والميه بتخش بشكل لا ارادي مننا جوه البيضه، ففتره صلاحيه البيضه بتقل. ونصيحتي ما نسيبش البيض في الثلاجه خالص. ليه؟ لان باب الثلاجه دي اكتر حاجه درجه حرارتها متغيره، هو اصلا مكانه في للاسف تصميم الثلاجه كده، ولكن انا بفضل ان احنا بكرتونته ونغطيه ونحفظه في الثلاجه من جوه، ونبعده برده ونحمي بقيه الاغذيه، لان برده ممكن يكون في بعض الكازورات على سطح البيضه. في ناس ما بتحطش البيض اصلا في الثلاجه ده. والله لو المطبخ عندي جاف وجيد التهويه، مفيش مشكله ان انا احفظه بره الثلاجه، ويفضل في فصل الشتاء، اما الفصل الصيف بيبقى صعب جدا. بالنسبه للحبوب والبقول، يفضل ان انا احفظها طبعا في مكان جاف خالي من الرطوبه، اتاكد من الصلاحيه تكون اكياس محكمه الغلق، لان السوس بيكتر في فصل الصيف. نشتري كميات على قد احتياجاتنا، واحنا بنقطع الخضار والفاكهه كل لوح تقطيع مخصص لماده غذائيه معينه. صحيح. يعني ما ينفعش الفراخ والسمك واجي بعد كده اقطع عليهم الخضار، ده غير صحيح بالمره، وبيبقى وسيله لنقل الامراض. الاخر سؤال، الجبن الصفراء والجبن البيضاء اللي برضو بنتخدع نلاقي عليها فتره صلاحيه، وربما نفتحها تقعد شويه في الثلاجه وتبوظ، ونلاقي في نموات فطريه عليها. الحل الوحيد للمشكله دي ان احنا نجيب كميات على قد احتياجاتنا، ونحاول نحطها في علب محكمه الغلق ومفرغه من الهواء، ده بيحافظ عليها لاطول فتره ممكنه. عينينا اهم حاجه تدلنا. الجبن الرومي، الشيدر كل الصفرة ده قد ايه؟ يعني اسبوع برد. انا بفضل اسبوع باسبوع بالنسبه لمنتجات الالبان. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور منال عز الدين، الباحث في معهد تكنولوجيا الاغذيه، نورتينا يا فندم. اهلا وسهلا بيكم، بسعد بلقائكم. شكرا لك يا دكتوره.